ثم بشر الله سبحانه وتعالى أولئك الأخيار والأبرار من أولي الألباب بما يسرهم، وأنزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم، فسار الله عز وجل وأجاب دعاءهم. ودعاء أولي الألباب نوعين: دعاء عبادة ودعاء طلب. وفي تلك الآية الكريمة توقف علماء البلاغة كثيرا وأدلوا بدلوهم وقالوا: استخدم الله عز وجل حرف العطف الفاء ليفيد التعقيب وسرعة الاستجابة، وأكد الحق سبحانه وتعالى ذلك باستخدام زمن الفعل الماضي استجابة. وشرف الحق سبحانه وتعالى أولي الألباب وأضافهم إليه في لفظه ربهم. قال الحسن البصري: ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم. فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا ربهم 5 مرات فأجاب الله لهم دعاءهم. قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحا، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. الكل عند الله في العمل والأجر والثواب سواء، وذلك من كمال علمه وكمال عدله. وأكد الله ذلك وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأكد الله عز وجل على المساواة بين الذكر والأنثى في العمل والأجر والثواب والدين والنصرة والموالاة. فالله عز وجل لا يفرق في عطائه بين الذكر والأنثى، لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، وقد خلقهم الله جميعا من آدم وحواء. فالذين هاجروا رغبة في رضا الله تعالى وأخرجوا من ديارهم فرارا بدينهم من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين، وتحملوا الأذى والاضطهاد في سبيل طاعة ربهم وعبادتهم إياه، وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فجمعوا بذلك بين الإيمان والهجرة ومفارقة الأهل والأوطان والأموال والجهاد في سبيل الله طلبا لمرضاته. لأكفرن عنهم سيئاتهم، ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي كما سترها عليهم في الدنيا، فلا يحاسبهم عليها.
وليمحون عنهم ما ارتكبوه من سيئات وذنوب، ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ولا يدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند الله. والله عز وجل يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل. والله عنده حسن الثواب، أجل، عنده وحده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله العظيم ألا يحرمنا، وأن يجعلنا برحمته وفضله وإحسانه من أولي الألباب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.